انتقل بكم إلى محافظة صلاح الدين. في ناحية يثرب بقضاء بلد، حرائق البساتين مستمرة منذ أيام على غرار ما يحصل لحقول الحنطة في باقي المحافظات العراقية. لنشاهد معا. النارك هاي سامر وين لقيته؟ لا هذا في يمك هاي تحت. سبح روحك سبح روحك. اي والله اي والله حتى ما تحترق والله ما يحق لها تحت. ولد مصطفى سيوف